يعني هو بشكل عام الحدود المسموح يحكي فيها الواحد معروفة، والحدود اللي ممنوع يحكي فيها كمان معروفة، بس هذا لا يعني أنه يعني مثلا الكاتب ما بيقدر يلاقي ثغرة ينفذ منها يعني ويحكي عبر الإسقاطات. يعني أنا مع أنه بالنسبة لل يعني السلطة عنده أجندة والكاتب عنده أجندة، يعني أنه ما فينا نقول والله أنه كل أعمال تنفيسية، في أعمال مارست تحريض حقيقي يعني وما زالت تستخدم حتى الآن. يعني في يعني ما كانت مثل الكوميديا السابقة، مثلا الكوميديا اللي طلعت بعد بقع الضوء مو مثل الكوميديا السابقة كانت تحط المشكلة وبعدين تريح المشاهد، لا، في كثير أعمال خرقت هذه القاعدة ومارست يعني دور تحريضي. هل استخدمت ذلك يعني من خلال إسقاطات خفية في بعض الأعمال؟ نعم نعم، يعني أنا في لوحات قدمتها وما بعرف كيف وافقت عليها الرقابة. مثلا فيك تشوف أنت لوحة ببقع الضوء اسمها جدول الجمع، فيك تشوف مثلا ضيعة في كثير حلقات تحدثت يعني عن أمور يعني حصلت لاحقا. يعني خلينا ناخذ حلقة سقوط أم التنافس مثلا، وكثير حلقات يعني وصل واستخدمت يعني بالأعمال التحريضية يعني.